تبقى هون في موضوع مهم. طالما في إيمان وكفر يبدو وإحنا طبعا في الدرس قبل الماضي زين الذين كفروا الحياة الدنيا وتحدثنا ويسخرون من الذين آمنوا. شوفوا المجتمعات الكافرة لابد أن تكون عدوانية، المجتمعات الكافرة لابد أن تواجهك كمان في محاولة إضلالك وتزييف دينك والكذب عليك وكمان قتلك. وإياكم تتصوروا أنه ممكن ينوجد مجتمع كافر ما يكونش عدواني إلا لما يكون ضعيف. ما تتصوروش كفار ما يحاولوش يشككوا في دينكم، ما تتصوروش كفار ما يحاولوش يطعنوا ويعطوا شبهات. هذا أمر في الحياة، هذا لابد منه. ولكن اختلف، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. كيف بدنا نمنعهم يقتلوا؟ ما هو أصلا إذا بتقرأوا في الآيات اللي قبل الآية 253 اللي بنشرحها، 200 الآن 251 إيش بتقول؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كيف ما يقتلوش؟